السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة احنا كنا خلصنا سقف الصندرة خشب وحدادة. السقف ده في المسجد فبنعمله السلم بتاعه المدخل اللي هيبقى في المبنى من فوق. فالنهاردة حبيت أصور معاكم المرحلة اللي احنا وصلنا لها، صب الخرسانة بتاعة سقف الصندرة بسقف البسطة بتاعة السلم بالدرج بتاع السلم اللي هو الأساسي اللي هيكون في أول الباب بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين الونش محطوط على الصندرة. دي طريقة من طرق الصب ان احنا ممكن نصب بالاروان او نصب بالونش. تمام، بعد ما بنشغل الونش دوت معانا فوق بنبدأ البرويتة زي ما حضراتكم شايفين تاخد الخرسانة من الونش تبدأ تصب. احنا هنا عندنا بنصب 4 عمدان تحت الصندرة من تحتينا، طبعا معمول مخدات، المخدة على كل عمودين معمول مخدات علشان تشيل معانا الشغل بتاع الحديد. زي ما حضراتكم شايفين معانا الخلاطه موجوده في المسجد من تحت، وبناخد منها الخرسانه، السن والرمل نحطهم بره والاسمنت بره عشان يبقى بعيد عن الميه. طبعا الشغل اللي احنا بنصبوه مش كبير، في حدود 3 متر 4 متر. انا جبت في حدود 4 متر خرسانه. طبعا انا جبت بره عربيتين سن وعربيتين رمله، عملت حسابي ان انا اجيب بزياده علشان الحاجه اللي هتتبقى لسه ليها في شغل عندان ولسه في شغل بيت المربات والطبيعيين. زي ما حضراتكم شايفين النحلة والونش بياخد من النحلة على طول. زي ما حضراتكم شايفين ادي الراجل بتاع الونش بياخد من النحلة على طول بالونش، وهو هو الشخص اللي بياخد بالبرويطة ويصب. لان زي ما قلت لحضراتكم الشغلانة ديت بالظبط واحنا بنصبوها ما خدتش معانا ساعة ونص او ساعتين بالكتير، عقبال ما الونش اتنصب والنحله اتنصبت. وبعد ما خلصنا النصب بتاع الشغل تمام، ايه اللي حصل؟ هم في خلال ساعتين زمن كنا مخلصين الصبه. طبعا انا اهم حاجه كنت بحاول احافظ عليها قوام الخرسانه، لازم يا جماعه الخرسانه تكون ماسكه نفسها كويس كويس. والحديد يا جماعه لازم الحديد يتقطع، واخد بالي من مواسير الكهرباء اللي موجوده على السقف، والونش ده بالذات اول ما اجي اشيله بكون عامل حساب الونش وحاطط خرسانه بزياده جنبه. اول ما اجي ارفع الونش ارفع الحديد كويس جدا واتاكد ان هو اتملت الخرسانه تحتيه. تمام، طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاربع عندنا انا حاولت ان انا اتاكد ان الاجدام مليانه، وابعت العامل بتاعي تحت الشده من تحت علشان يبص لي هل في خرسانه وقعت، هل في خشب مفتوح. تمام، انا حاولت هنا اقرب من العمود عشان اوريكم ان العمود داخل خرسانه ياما. تمام، قرب يطلع كده ويتملى. لازم الحاجات دي كلها نتابعها، ان كان المواسير اللي اتملت من الحديد او تنقيع الحديد او السمك ومساويه السلم. زي ما حضراتكم شايفين ده الصنايعي النجار خليته يساوي السلم علشان هو يراعي ان الخرسانه ما تبقاش مغطيه الخشب من جوه، الخشب يبقى متبع معاك علشان الخرسانه ما تقفلش عليه، علشان يظهر درج السلم بطريقه مميزه بطريقه كويسه. القمر انا حاولت ان انا املى العمدان اللي تحت واخليه من القمر. طبعا ما كانش معايا هزاز، فكنت بخليه يغزغز. يغزغز يعني معايا حربه بيهز بيها ايه الخرسانه. تمام، ومعايا العتبه بيرفع بيها الحديد. طبعا هي الشغلانه هنا صغيره، لكن ان شاء الله ابقى اصور لكم السقوفه بتاعتنا واحنا بنصبه وطريقه الشغل بتبقى عامله ازاي. تمام، طبعا بتحاول تحافظ ان يكون النجار الحداد بتاعك انت عارفهم علشان تطمن وتعرف تستلم منهم الشغل بتاعك، لان هما لو هيقعدوا يتغيروا انت كده بتتعامل مع ناس انت مش عارفهم، هل نظيف في شغله؟ هل في ثقه بينك وبينه ولا لا؟ تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين احنا كده يعتبر في الرئه الثانيه اللي هي بتاعت الغطا. طبعا دي احنا بنصبها ارتفاع 15 سنتي. كان لسه واقف معايا الحداد من شويه وكنا بنتكلم على منسوب السلم اللي فوق. طبعا كده احنا بعد الصبه لفيت من الناحيه الثانيه وجايب لك السلم وانا طالع. ده كده السلم بتاعنا، العرض بتاع السلم من وش الباب متر و90 او 2 متر. تمام، احنا خليناه 2 متر عشان زودت ال 10 اللي هتبان عليها الطوبه بتاعه الليمونه. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله احنا الحمد لله خلصنا، ادينا خرسانه، ظبطنا السلم. طبعا في عمود هنا طالع في القلب هنبقى نوريه لكم من فوق. تمام، ده كده المنظر بتاعنا القديم. ان شاء الله ده الحديد بتاع العمود. طبعا العمود اللي هنا لسه ما طلعش اللي في الجنب اليمين. زي ما حضراتكم شايفين العمدان الحمد لله تمام،
وان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين لو في اي فيديوهات تانية هنبقى نوريها لكم. ده كده شكل الخرسانة واحنا في سقف الصندلة. تمام، لسه ان شاء الله هنبقى نطلع ونكمل معاكم.